السلام عليكم. في هذا الفيديو غنوريكم شحال الحوايج اللي تنحتاجو ليهم في السفر. غادي تلقاهم في محلات اكسيون بأثمنة مناسبة. في هاد لاتروس مثلا عندكم دي بتي بو او علب صغيرة تاخدوهم بوغ باش تحطو فيهم لي سوان، تحطو فيهم جيل دوش، شامبوان، كريم فيزاج. كاينين دي ساشي، كاين في الوان، في الزرق، كاين في الخضر، وكاين في الابيض. فيهم سات بو، 7 العلب، كل علبة مناسبة لكم الحاجة، مثلا جل دوش، شامبوان. فوالا، كاين لي فاليز بأثمنة مناسبة بألوان مختلفة. كاين فاليز 19 أورو 95 سنتيم، كاين بأحجام مختلفة. وهنا تيوريوك لو بوا ديال لا فاليز. كاين هاد لا سانتيغ اللي تتسدو بها لا فاليز إلا خفتو تحليكم في المطار أو فاش تكونو تتنقلو. كاين القفل إلا بغيتو تقفلو لا فاليز بواحد الكود غتختاروه نتوما. فوالا، كاين دي كانا، كاين هاد البارتي اللي تتعملوا فيها لادغاس ديالكم او رقم التليفون ديالكم لتلف ليكم لا فاليز. تدير 0.68، 0.68 سنتيم. عندكم كاين لي شوسيت اللي غينفعوكم على قبل السفر الا كانوا تيضركم رجليكم بزاف، تيديروا 1 أورو 60، 1.99، 1.99. كاين لي فاليز بأشكال مختلفة. فوالا، فهاد كاين دي بوشيت بو رونجي لي زافير دون لا فاليز، غادي ينفعوكم بزاف. كاين بزاف لي بوشيت باش تنظمو فيها الملابس ديالكم ولا اللوازم ديالكم اللي غتسافروا فيهم واللي غتسافروا بيهم. كي قلت لكم كاين لي شوسيت، كاين لي بروتيج بور لي تواليت تحتاجوا ليهم في الاماكن العامه. فوالا، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونقول لكم بانه مزيان هاد الاشياء اللي كاينه في اكسيون. الاثمنه ديالها مناسبه، كاين غيوم مخصص فقط غير هاد الشي ديال السفر. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ونقول لكم مع السلامه.